بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحبة في سورة الغاشية وفي قول الله تعالى في وصف الجنة وحال أهلها وما أعده لهم فيها بعد أن ذكر النار وأهلها وما كان حالهم فيها. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذه الوجوه كما قلت آنفا سميت وجوها لأنها تواجه الآخرين، فالإنسان عندما يخاطب غيره يلقاه بوجهه لا يلقاه بظهره ولا بقفاه، ولهذا ناسب أن يكون عذاب الذين يعرضون عن الفقراء عند الصدقات ويكنزون أموالهم دون أن ينفقوها لهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض أهل العلم أن الفقراء يأتون إلى أهل اليسار من تلقاء وجوههم فيعرضون عنهم فيعطونهم جنوبهم، فإذا أقبلوا عليهم أعطوهم ظهورهم، فناسب أن يكون العذاب للوجه والجنب والظهر، فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. لما بين ربنا عز وجل أن وجوها في يوم القيامة تكون مهينة ذليلة لسوء عملها، ده نسأل الله تعالى العافية، الذين قضوا حياتهم في مشاقة ومعصية الله ورسوله، بيّن ربنا عز وجل حاله، ثم أتى بعد ذلك بالحال الثانية، حال أهل الإيمان والطاعة، فقال: وجوه يومئذ ناعمة. يومئذ أي في يوم القيامة في يوم الجزاء ناعمة، قيل أي ذات نعمة. ذات نعمة، الإنسان عندما يبشر بما يسر ويرى ما يحب إيه اللي يحصل وجهه؟ بينور ويتلألأ ويبقى حاجة جميلة كده، مش كده؟ طيب لو بشر بما يسوءه حيث يقع عليه ما يكره إيه اللي يحصل؟ يعني تصور مثلا ان واحد مظلوم، واحد ادعى عليه دعوة وهو مظلوم، المحامي قال له ان شاء الله دي براءة من غير وانت نايم نعسان، راح اتلاقى سجن مؤبد، الخبر ده هيبقى ينزل عليه ازاي؟ طب لو جات له البراءة هيبقى الوضع ازاي؟ ده بقى حاجة كده بسيطة، طالب لم يذاكر وهو ينتظر ما يسوءه، قيل له أبشر، أخذت ميم، وميم مش ميؤوس منه، ميم يعني امتياز، إزاي؟ بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الدكتور بيصحح، جت في دماغه إن الواد ده ينجح ويديله امتياز، وحد يقول له حاجة. فالإنسان عندما يبشر بما يحب فإن وجهه يتلألأ وأساريره تنبسط،
الأسارير بقى يشعر أنه هو نفسيته مستريحة، فبالتالي هذه نعمة عظيمة. فوجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة، عندما رأت الجنة وما أعده الله تعالى لهم فيها من النعيم المقيم والخير الجزيل العميم، فسرت وانبسطت وسعدت وفرحت لأنها كانت تنتظر هذه النعمة. ولهذا رشح ربنا عز وجل هذا المعنى، يعني أكد المعنى ده بقوله لسعيها راضية، لسعيها راضية، أي هي راضية عن جزاء سعيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى جزاهم بما عملوا هذه الجنان، فمن جد وجد ومن زرع حصد، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وهذه نعمة عظيمة إن ربنا عز وجل يعينك على طاعته، وبعد ما يعينك على طاعته يجازيك على هذه الطاعة بالثواب والجنان. إيه الكرم الكبير ده؟ يعني من الذي أعاننا على الحضور؟ سبحان الله، كان يمكن للإنسان أن يقع له أي عائق أو يمنع أي مانع، يبقى ربنا عز وجل هو الذي يعين على الطاعة. فلما بتعمل الطاعة إنما تأتي الطاعة وأنت معان عليها، بدليل أن هناك قوم لا يعانون على الطاعة فبالتالي لا يأتونها، ولو أتوها يأتونها وهم كسالى لأنهم لا يريدون من ورائها وجه الله. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن المشكلة هنا في ماذا؟ إن الناس دول غير صادقين مع الله، فطالما غير صادقين مع الله لا يعينهم الله تعالى على طاعته، فيجعل الطاعة عليهم ثقيلة ويحول بينهم وبين طاعته جزاء وفاق، بينما حال أهل الإيمان يحبون الطاعة يحرصون عليها تكون عليهم يسيرة ميسورة. إذن هذان حالان لابد أن نتأملهما، اللي يجد قلبه بيتوجه إلى الطاعة وبيحب الطاعة، بيحب القرآن والذكر وعمل الخير، يعلم أن هذا خير من الله. وإن كانت الثانية الطاعة عليه شاقة وصعبة وعسرة، يعلم أن هذا حال مرضي غير مرضي، مرضي، فلابد أن يسارع في علاج نفسه. الناس دول كانوا في الدنيا يسعون، يعملون، يجدون، يتعبون، يعلمون أن الدنيا دار مفازة لا دار بقاء، والمفازة هي الصحراء التي يجتازها الإنسان، فهمه أن يجتازها من غير أن يهلك. يعني احنا في الدنيا دي عاوزين نجتازها دون أن نهلك، وآخر مرحلة لهذه الصحراء هي ماذا؟ الموت. وأول مرحلة عندما نولد من بطون أمهاتنا، يبقى عمر الإنسان ده كله هو عبارة أنه يسير في صحراء، لابد أن يستعين بالله تعالى في هذا السير حتى لا يضل وحتى لا يهلك. الصحراء فيها غزلان وأرانب وواحات خضراء، وفيها رمال، وفيها خيرات، وفيها أيضا مشق ووحوش ونسور، وفيها ضباع، وفيها أمور تهلك المرء وتحول بينه وبين الوصول،
والناس في الصحراء كما قال الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذن هناك من يتبلغ في هذه الصحراء ليصل إلى نهايتها دون أن يضل. ممكن إنسان يتوه في الصحراء يضل. طب الإنسان اللي يتوه في الصحراء ويضل يا ترى هينجو ولا يهلك؟ يهلك. إذا لابد للسائر أن يكون له زاد يتزود به، وهذا الزاد هو التقوى كما قال ربنا عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا السائر في الصحراء لابد أن تكون له رفقة، الرفقة دي تكون رفقة آمنة صالحة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا لابد من الصحبة، يبقى لابد الإنسان يتزود. اثنين، لابد أن تكون له ماذا؟ صحبة يونسوه ويدلوه. نمرة ثلاثة في الصحراء لابد أن يسير في الطريق المستقيم الذي يوصله إلى المقصود. صحراء واسعة، المدقات كل ما كانت مستقيمة كل ما كانت أقرب لحصول المقصود، وهذا هو الطريق المستقيم. طريق مستقيم ومنير يأمه الصالحون الذين هم أتباع الأنبياء. إذن كل إنسان سيسعى في هذه الدنيا ليبلغ نهايتها له اللي هو الموت يعني، وهو متق لله، يعمل الصالحات، يعيش للآخرة، فإن الله تعالى سيرضيه. فإن الله تعالى سيرضيه. إذن لسعيها راضية، رضيت بما جازاها ربنا عز وجل بسبب سعيها، رضيت. احنا بنرضى عن ربنا؟ نعم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله، لما ربنا يرضى عنك ترضى انت عنه، فلما ترضى عن الله تزداد له طاعة، فلما تزداد له طاعة يزداد لك رضا، فلما يزداد لك رضا تزداد له طاعة، فيزداد لك رضا، تفضل على طول بين الطاعة والرضا إلى أن تموت. سبحان الله، الإنسان طول حياته يعيش يرتقي، ما بينزلش الإنسان، ما ينزلش. المؤمن لا ينزل، لا يتقهقر، لا ينتكس، نسأل الله تعالى العافية. نعم الإيمان يضعف، ولكن إذا ضعف الإيمان انتبه المؤمن فتيقظ، فكان حاله بعد اليقظة أفضل من حاله قبل الغفلة. بالضبط زي الرجل السواق اللي بيسوق عربية، أول ما راسه تتقل يقوم واخد مطب يطير بالعربية. يا عم عبد الرحمن ما خبطش حد ولا بتاعه، اهو يوم طير بالعربية يعمل ايه بقى؟ عينه دي ما تبقى خلاص، لا يمكن بعد كده ان هو ايه يغفل الى ان يصل. يبقى المؤمن اذا غفل اصيب بهذه الغفلة بضعف، فينتبه فيصير متيقظا الى ما شاء الله. ولذلك الشيطان بيحزن عندما يوسوس للمؤمن، فيحصل بسبب الغفلة ان المؤمن ده يسمع كلام الشيطان. بنت مثلا ماشي بصلها كده، بص واستغفر ربنا يا سيدي، يعني هي دي المسألة اللي هدخلك النار يعني؟ ما انت بتصلي وبتحضر دروس وبتاع، مش مشكلة. الشيطان يفضل وراء 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 لغاية لما ينظر. العجيب أن الذي ينظر إلى فتاة خلاص عينه تبدأ تنظر للتانية والتالتة والرابعة، دي طويلة، ده قصيرة، ده تخينة، ده رفيعة، دي شعرها كذا، دي عينها كذا،
لن ينتهي، سكة لا يستطيع أن يصل إلى نهايته. أول ما المؤمن يبدأ في السكة دي يعلم أنه أوتي من قبل ماذا؟ الغفلة. والغفلة دي سببها مين؟ الشيطان. يعمل إيه؟ يبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم غافلون. لا، أمال فإذا هم مبصرون. يبقى الإنسان لو غفل بعد كده ينتبه، فلما ينتبه يكون حاله أفضل ويرتقي ويرتفع، بل هذا الذنب ربما يكون سببا في دخوله الجنة. هو بالفعل أذنب، ولكن هذا الذنب ببركة ما فتح له به من التوبة وأعمال الطاعات والخير والبركات يكون هذا الذنب سببا في دخوله الجنة. قال بعض السلف: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. ده مش لغز، دي مسألة صحيحة. معصية تدخلك الجنة، وطاعة تدخلك النار، كيف ذلك الأمر؟ قال: رب معصية أورث صاحبها ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا. في فرق بين الاثنين ولا لا يوجد فرق؟ طاعة ولدت عزا واستكبارا. يقيم الليل يقرأ ورد القرآن ما شاء الله، يشعر ان هو افضل من غيره، زميله اللي معاه في السكن او اللي معاه في الدفعة او معاه في الشغل او جاره في البيت شايف انه مقصر، ماشي على سطر وساب سطر، وهو بسم الله ما شاء الله الورد اليومي والصلاة وإلى غير ذلك، فيظن انه هو افضل من غيره، يظن انه هو افضل من غيره. إياكم يا أحبابي أن تغتروا بطاعاتكم، فرب صاحب معصية يأتي بحسنة تكون سببا في دخوله الجنة، وربنا يغسل له المعاصي كلها. نحن لا نملك خزائن رحمة الله عز وجل، خزائنه ملأى وأحكامه سبحانه وتعالى على خلقه ليست كأحكامنا. ربنا عز وجل حكم عدل قسط لا يظلم الناس شيئا، ويجازي على الخير القناطير المقنطرة من الجزاءات الحسنة، ويجازي على الشر بمثله. يعني لما يكون حاجة فيها شر يبقى الجزاء على قد الايه؟ على قد ماذا؟ المعصية. طب لو في خير تجد الجزاء وافي واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة بغي تسير في صحراء، أصابها الظمأ فنزلت بئرا فشربت منه، فلما صعدت وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش، قد اندلق لسانه، فقالت: لقد أصابه ما أصابني. فنزلت إلى البئر فجعلت في موقها ماء فسقت الكلب. سقت ماذا؟ الكلب. فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبه. البغي دي التي أتت الزنا كثيرا، كثيرة الزنا، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا كثير، ومع ذلك غفر الله ذنبها وشكر صنيعها وأدخلها الجنة. لماذا؟ لأنها سقت ماذا؟ كلبا. سقت كلبا، ف
فما بالك بمن سقى بشرا، فما بالك بمن هدى رجلا، فما بالك بمن أعطى محروما أو أوصل سائلا أو هدى قاصدا. إذن أبواب الخيرات كثيرة لسعيها راضية. يبقى الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى نفسه أنه أفضل من غيره، حتى ولو كان غيرك ده من أصحاب المعاصي، ما تظنش أن أنت أحسن من غيرك. نظرك إلى الغير أنه أقل منك علما أو فهما أو عملا قد يكون سببا في دخولك النار، قد يكون سببا في دخولك النار. مشكلة إبليس في أنا أنت ما أنتش عارف أنا مين، ما أنتش عارف أنت مين، أنت بتكلم مين يا ابن أنت؟ أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، حصلت كذا وتعلمت كذا وفهمت كذا، إياك من أنا. فإن طامة إبليس كانت من أنا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن أنا ديت في مجال الملاحظة، الإنسان يشوف نفسه ويشوف غيره فيرى إن هو أفضل من غيره، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. يبقى ربما أو رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، يبقى الصحابة يروح فين؟ على النار. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا، يعمل المعصية يبكي ويندم ويحزن ويستغفر ويتوب ويؤوب ويرجع ويستغفر ويأتي الأعمال الصالحة ويكثر من الخيرات لعل الله تعالى أن يتقبل منه. ممكن واحدة بس من الأعمال دي تكفي لمحو هذه السيئة وشطبها، عندئذ يحزن الشيطان ويقول يا ليتني لم أجعله يأتي هذه المعصية. نكمل بعد الأذان. بعض الناس أيها الأحباب لا يرى إلا عيوب الآخرين، وهذه آفة إذا لم يعالجها الإنسان فسدت حياته، لا يرى إلا عيوب الآخرين ويحاول أن يقنع نفسه بدعوى أنه نقاد وأن عينه تحصي العيوب نصحا للآخرين، فإذا أراد أن ينصح لم ينصح بالتي أحسن وإنما نصح بالتي هي أسوأ. فباب تحري عيوب الآخرين وترصد أخطائهم، وهذه الجملة جملة عامة لا أعني حدثا ولا فردا، هذه المسألة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. القذاة كالشعيرة التي تكون في العين، والجذع كأصل الشجرة، يعني مثلا زي بالضبط لما نشبهها واحد منشغل بالدبانة اللي بتطن عند وشك وهناك حية رقطاء تدخل تحت ثوبه، أيها أولى ينشغل بالحية ولا خلي بالك في دبانة هتيجي عند عينيك، في دبانة والدبانة دي ممكن تكونت عند المجاري وتجيلك وتجيب لك مرض مش عارف. طب ما تشوف الحية التي هي تحت ثوبك. ولذلك أفضل الناس الذي يلتفت إلى نفسه ليصلحها ويلتفت إلى الآخرين لينصحهم، لكن ما ينساش نفسه. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ده هو المظبوط،
ان الانسان يكون متزن مع نفسه ومع غيره، لكن اذا لم يفعل كانت هذه المسألة صعبة. هناك بعض الناس ينشغلون، هذا كافر وهذا زنديق وهذا مبتدع. طيب وانت؟ اذا انت الموحد الخالص في توحيدك، وانت المتسنن الصافي في تسننك، وانت القانت المتوحد في عبادتك، ولا انت عندك اخطاء؟ لو قال عندي اخطاء فلنقل له ما اخطاؤك. يا ترى الاخطاء ديت يبقى انت بها مشرك ولا مبتدع ولا عاصي؟ لو قال انا مشرك بهذه الاخطاء فكيف لك ان تقول ذلك؟ ولو كان مبتدعا حاول ان تعالج بدعتك، ولو كان عاصيا. اذا المطلوب ان يعيش الانسان بمنهج الاتزان، وهذا هو معنى جيد للوسطية. ليست الوسطية أن تقبل الحرام بدعوى الوسطية، دي مش وسطية. إن ما حرمه الله نخلي حلال، وليس هناك حرام في دين الله بزعم أن هذه وسطية. السباحة للنساء ما فيش مشكلة، التمثيل والرقص ده فن راقي بيرقق الطباع وبيخلي الناس بتشوف نعم ربنا عز وجل فتشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم. زين الوص ده يميل هذا وينحرف إلى هنا وهنا، تذكر ربنا وتشكر على نعمه، يا سلام يا سلام، هذا انحراف شديد جدا. الذين يتحرون ويحاولون أن يبتعدوا عن دائرة الشرع بزعم الورع، هذا خطأ. لدرجة أن البوذيين الذين يعبدون بوذا من دون الله ممكن يخشوا الجنة. هل البوذيون كفار؟ ما تقولش أنهم كفار، مش عاوزين نقول على حد أنه كافر خالص. يا عم الحاج طب يعبدوا البوذا. الجماعة في الصين كل واحد عنده تمثال قد الشبر كده، وفوق منه لمضه خضراء ولا حمراء، وتحت منه شط ميه، ما يخرجش من بيته الا لما يعبده شويه. يا الهي وفقني النهارده واعلى اتنين تجار من المصريين اخد فلوسهم واجيب لهم اي بضاعه سكه، يا رب وفقنا يا رب يا رب، ويقعد بقى يدعي بوذا. الرجل الذي يعبد بوذا من دون الله ده ايه ده؟ سبحان الله. والذين يعبدون الشيطان من دون الله يبقوا دول ايه؟ والذين يثلثون او الذين يجعلون عزير ابن الله، الذين يجعلون عزير ابن الله، هؤلاء الناس يا ترى يخشوا الجنة؟ قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعمل في هذه الآية؟ الذين لا يريدون تكفير المشركين لابد أن يغيروا القرآن. ما هو المشكلة في القرآن؟ علشان بالفعل يستقيم لهم الأمر لابد يغيروا القرآن. هيقدرهم؟ هنشوف. أراد أحد الكهنة أن يحرف القرآن ليأتي بقرآن مثله. وعلى فكرة كان في هناك محاولة أمريكية لاستحداث نسخة جديدة من القرآن في عهد بوش، ونزلت هذه النسخة في بعض وسائل الإعلام، يعني في سورة اسمها سورة بين النسر، وفي سورة اسمها مش عارف ايه على غرار الفيل و النحل والنمل، زي الرجل العرباوي. هذا الرجل كان لا يحفظ أي شيء من القرآن، فجاء شيخ معمم أزهري راح صلى عنده فتلاه لا يعرف شيئا، فقال له أنا أنصحك أن أنت تسافر القاهرة وتروح الأزهر وتحفظ القرآن وتتعلم
الأزهر مؤسسة بتطلع طلبة علم وكذا وكذا وكذا. فالراجل العرباوي اللي هو مش عارف بالفعل حاجة هيتحرج قدام جموع المصلين والمحتشدين له، فقال له يعني صور زي ايه؟ قال له عندك سورة البقرة احفظها. قال له ايه كمان؟ قال له عندك آل عمران. قعد يقول له، فمن جملة اللي قال له البقرة والنمل والنحل والعنكبوت. فالنمل والنحل والعنكبوت. قال له طب انت يا مولانا حافظ سورة الجمل؟ قال له الجمل، والجمل له صورة؟ فقال يا جماعة النملة إلها صورة والعنكبوت إله صورة والنحلة إلها صورة والجمل اللي بيشتلكم يحمل أثقالكم ماله الصورة؟ فالناس علماء ما ينفعش. فذهبوا إليه فضربوه ضربا مبرحا. يبقى احنا عاوزين نعمل كهؤلاء الجهلة، فلن يستطيعوا أن يأتوا بما يريدون حتى يحرفوا كلام الله. يجيبوا صور جديدة ويحذفوا آيات من القرآن علشان يستقيم لهم الأمر، ولن يستطيعوا. والشاهد والمقصود أيها الأحباب أن المؤمنين عندما يعينون ما في الجنة فإنهم يرضون عن ذلك العطاء الذي هو سببا، الذي كان سببه الأعمال التي عملوها. في هذا الجزاء يصور ربنا عز وجل إياه فيقول في جنة عالية. الناس دول بيتنعموا في جنة عالية أهل الإيمان. والجنة سميت الجنة جنة لاستتارها عن عين من هو خارج عنها، ومنه سميت الجنة جنة لأنهم مستورون، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستور. فهذه الجنة لالتفاف أغصانها وتشابك أشجارها لا يرى من بداخلها سعة وخيرا وبركة. ثم قال عالية فيها قولان. القول الأول أنها في السماء، أنها في السماء فهي جنة عالية. وقيل عالية أي رفيعة القدر، جنة رفيعة القدر. إذن هذان قولان في تفسير عالية. في جنة عالية مرتفعة رفيعة القدر، عظيمة الشأن، مهيبة جليلة جميلة، لا تسمع فيها لاغية. وانت ماشي كده في الشارع على رجليك ولا راكب سيارة تجد ان اللغو يتقاذف الى اذنيك، واحدة بتشتم التانية، وراجل بيشتم ست، وست بتشتم راجل، واد بيشتم راجل، راجل بيشتم ولد، اتنين بيشكلوا مع بعض بالنبابيت، اتنين بيشكلوا مع بعض في خناق بعض، ده بيجري ورا ده بيقول لده يا سجل. ادخل السوق او امشي في الشارع وسجل مقطع صوتي، وبعد كده اسمع ما تسمع، اسمع المقطع ده كم مرة. ايه ده؟ ايه الكمية الهائلة من اللغو الذي يعيش فيه الناس؟ سبحان الله. اللغو هو كل كلام زائد لا قيمة له، كل كلام زائد لا قيمة له. وأشد اللغو، يعني أشد اللغو ما كان سببا في حصول الإثم. إذن السباب لغو لأن بيترتب عليه ماذا؟ إثم. وفضول الكلام لغو ولكن لا يترتب عليه ماذا؟ إثم. في بعض الناس دايما يتدخل في كل حاجة. لو شاف واحد مثلا مع ساعة يقول له الساعة دي نوعها ايه؟ وجيبها منين؟ وبكام؟ وقطع غيرها فين؟ طب ما جبتش واحدة تانية ليه؟ طب انت كان معاك فلوس يشتريها؟ طب مين جابها لك؟ طب جبتها امتى؟ بتعينها ازاي؟ بتحطها فين؟ الا ليه ده كله؟
هذا كله لغو لا قيمة له. أنت ما أنتش محقق قانوني تريد أن تسأل هذه الأسئلة لتصل إلى نتيجة، دي كلها كلام لغو ما فيش وراه أي فائدة، ولكن لا تأثم علي. لكن لو واحد بعض الشباب يهزروا مع بعض يشتموا بابوه أو بأمه أو يهزأوا أو ما إلى ذلك، ده لغو، ولكن بيترتب عليه ماذا؟ إثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. إذن هذا لغو ترتب عليه ماذا؟ إثم. قيل أهل الجنة لا يسمعون معصية ولا شركا ولا كلاما زائدا. هناك أقوال أوصلها البعض إلى 8 أقوال في معنى اللغو. أمال أهل الجنة بينشغلوا بإيه؟ قال كلامهم الحكمة والذكر. يا سلام، كلام أهل الجنة الحكمة والذكر. ما رأيكم لو طبقنا هذا في حياتنا؟ الحكمة يعني كل ما تحتاج إليه تتكلم فيه، سواء كنت طبيبا، مهندسا، تاجرا، فلاحا، محاسبا، أستاذا للجامعة، عاملا، ضابطا، الكلام اللي انت تحتاجه تتكلم فيه، وما لا تحتاجه لا تتكلم فيه. يبقى دي حكمة. الحكمة ان الانسان يضع الشيء في مكانه الصحيح. هل تعلموا يا اخواني لو ان الانسان اعتاد قلة الكلام واعتاد ان يكون منضبطا في الكلام وان ينتقي كلماته، لو تعود المسألة دي ممكن بعد 2 3 سنين ما شاء الله تبقى دي سنة في كلامه وطريقة في حياته. يبقى كلامه زي الميزان، كلامه زي الميزان، ما يخرجش ما يغلطش. يبقى دي مسألة جميلة جدا، دي الحكمة. والذكر، والذكر الاستغفار والتهليل والتكبير والتسبيح وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير والوعظ والتعليم والتدريس، هذا كله من جملة الذكر. قال الله ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. بل إن تأمل نعم الله عز وجل باب من الذكر يغفل عنه الكثير من الناس. يعني أنتم تنظرون إلي بأبصاركم، ده نعمة من الله عز وجل. أتيتم إلى هنا بأرجلكم، نعمة من الله. تسمعون حديثي بآذانكم، نعمة من الله. تأكلون بأسنانكم. فالواحد لو شاف الرحلة التي تقوم بها اللقمة من الفم لغاية ما الجسم بيستفيد اللي عاوز يستفيده والباقي يطلع إما في البول وإما في البراز، نعمة كبيرة جدا من الله عز وجل، نعم عظيمة جدا. تشوف الأجهزة اللي موجودة في جسمك وانت ماشي شايل أجهزة بملايين، ده اللي بيجي له فشل كلوي بيشتري الكلية بربع مليون جنيه ويشتغل ويعمل فيها 500,000 جنيه. طب انت عندك كليتين تمنهم كام؟ وكليتين دول بتوعك انت مش مزروعين. طب شوف الرئة، شوف البنكرياس، شوف القلب، شوف الكبد، انظر الى كل الأجهزة دي بكم مليون، بكم مليون. سبحان الله. الصحة والعافية دي بكم مليون يا إخوان. هل تعلموا ان امل اي مريض هو ايه؟ مش مجرد الشفاء، العافية. امل اي مريض العافية. خد كل فلوسي، خليني فقير على الحديد، خليني فرش وبواب، بس العافية. لو قعدت مع ناس اصحاب ملايين ومليارات ولكنهم مرضى، اقول لك احنا محروم من حاجة في الدنيا، هي العافية. طب انت دلوقتي في عافية؟ الا نذكر نعم الله عز وجل؟
يبقى الإنسان لما يعيش في الدنيا بين الحكمة والذكر هذه صورة للعبودية يغفل عنها كثير من الناس، الحكمة والذكر، الحكمة والذكر. يبقى الناس لو عاشت بين الحكمة والذكر شابهت أهل الجنة. يبقى احنا قبل ما نخش الجنة نعيش بروح أهل الجنة لا تسمع فيها لاغية. فيها أي في الجنة عين جارية. قال أهل العلم العين هنا مفرد ويقصد به الجمع، لأن الجنة ليس بها عين واحدة ولكن بها ماذا؟ عيون، وجارية أي فوارة متدفقة يخرج منها الأنهار. العين دي فوارة متدفقة بيطلع منها أنهار، إذن هناك عيون تجري منها المياه وتجري منها الخمر ويجري منها العسل ويجري منها خيرات كثيرات، عيون جارية. وقال جارية لأنها متدفقة بتجري، لأن الجري فيه الحركة. الإنسان لو واقف ممكن ينعس، ممكن المية لو وقفت تأسن، تأسن يعني إيه؟ تتغير. لكن الإيه؟ الخيرات في العيون دي متدفقة. طب بتروح فين؟ الله أعلم. عندنا نوافير منه فيه، مش كده؟ يعني منه فيه، بندخل المية وتعمل كده وتيجي تاني وتطلع تاني، منه فيه دايرة. كل حاجة لها نهاية. طيب العيون دي إذا كانت الجنة يعني لا تفنى، إذا نعمها ده لا يفنى، إذا العيون دي موجود على طول، موجود على طول. ده هذا نهر النيل بيجي له وقت بينحسر فيه المية، ونهر النيل بيجي له أوقات يحصل فيه جفاف، ولما يحصل فيه جفاف يجي الطماعين يستولم على طرح النهر. يعني نهر النيل كان عرضه كيلوات، كان عرضه كيلوات، دلوقتي نهر النيل عرضه كام؟ 300 متر مثلا. طب في الجنة الأنهار بتاع الخيرات دي تجف تقل تنتهي تضعف تضمحل؟ لا، أمال إيه؟ جارية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة. السرر ما يتكئ الإنسان عليه، وما يجلس الإنسان عليه، يبقى دي سرر كالأسرة. والمرفوعة أي العالية، أي أو جميلة، أي جميلة، يعني إما أن تكون عالية، وهذا دلالة على ماذا؟ على الضخامة، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة على قدر أبيهم آدم 60 ذراعا في الهواء. يعني أنت لما تخش الجنة إن شاء الله يا رب اجعلنا من أهلها، قولوا أمين. افترضنا أنت طولك في الدنيا مثلا 1.60 متر، أطول من كده شوية، خلاص يا سيدي عشان ما تزعلش، 1.70 متر، متر إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تخش الجنة 60 ذراع، يعني ما يقرب من حوالي مثلا 25 متر، مثلا 25 متر، ده يعني حوالي 10 أدوار وشوية أو 12 دور، يعني بسم الله ما شاء الله قد البرج، بسم الله ما شاء الله، وصحة وعافية، بسم الله ما شاء الله. فيها سرر مرفوعة. فإذا كنت كذلك، إذا المخدات اللي هتتكئ عليها تبقى عاملة إزاي؟ واطية ولا تبقى عالية؟ حلوة؟ مش هتقولش حلوة بقى، ما تقولش حلوة، لابد تكون عالية. ولهذا قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب هي الأواني التي لا عروة لها، دي أكواب. وأكواب موضوعة أي وضع بعضها بجوار بعض،
جاهزة. لانت بقى تخش المطبخ هتلاقي الكوبايات كلها عاوزة تغسل، تزعل وتقول فين الكوبايات، انا جايب هنا صفين كوبايات راحوا فين. لا، فيها الكوبايات انت اشرب وتلاقي كوبايات تانية والتالتة ورابعة مصفوفة مرتبة لك يا داخل الجنة. حاجة ما شاء الله القوة إلا بالله، عشان لما يطلبش حاجة في الدنيا يعيش في معاني الآخرة فيشعر باللذة والخير والبركة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق المفارش المزخرفة المزينة المدبجة بالديباج والحرير، سبحان الله، مصفوفة بعضها جنب بعض. لما تخش كده فندق تجد السرير مترتب والفرش بتاعه جميل ونظيف والمرتبة معمولة مش عارف ايه والمخدات معمولة مش عارف ايه والملاية معمولة بطريقة معينة ايه والبطانية مترتبة بطريقة مش عارف ايه وكل حاجة في الأوضة مهندمة ومنظمة، نفسك تبقى مستريح. لكن لما تخش تجد منكوشة وكل حتة في جنب والكوميدون على جنبه والسرير رجله مكسورة والدنيا مقلوبة، جنة ايه بقى؟ لكن في الجنة هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كائنا من كان. وزرابي مبثوثة. الزرابي كالوسائدي، ومبثوثة أي متفرقة ولكن في تفرقها مرتبة، لأن أهل الجنة يتزاورون. أنت في الجنة بيجيلك أهل الجنة بيزوروك، يزور بعضهم بعضا. طب لما يجي يزوروك هيقعدوا كده ولا يتاكئوا برضك والقبهة؟ إذا لابد من وجود التنافس ووجود هذه الزرابي، تكون مع أنها متفرقة ولكنها مرتبة. هذا كله لمن؟ لأهل الإيمان. خبروني عن أحد عاش عمرا مديدا أكثر من عمر نوح. حد يا أخوانا عاش أكثر من عمر نوح في من علم؟ طيب هل علمتم في عصرنا هذا رجل زاد عن 150 عاما؟ احنا لو حد بلغ 130 سنة يقول ده المعمر، ويجيبوه في الناشونال جغرافيك والمش عارف ايه ولقاءات ايه وبياكل ايه وبيعمل ايه، شغلانة وحدوت. قال لا. طب اعمار امتي ما بين كم وكم؟ ما بين 60 و70، دي اعمار امة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الازمان الامور بتقل كثيرا، يعني نجد اجيال الاربعينات والخمسينات يتخطفهم الموت سريعا، والموت لا يفرق بين شاب وشاب ولا بين ذكر ولا انثى، بل ان الانسان ياتيه الموت بغتة، فاذا مات الانسان قامت قيامته، إذا مات الإنسان قامت قيامته. وأول مرحلة من مراحل اليوم الآخر الموت. الإنسان سبحان الله تنظر إلى الميت تجده لا حول له ولا قوة، اللي كان بياكل ويشرب ويتكلم ويضحك ويناظر ويجادل ويتغوط ويبول ويدب في الأرض ويصيح وكل هذا النشاط، عندما يموت الإنسان بيعمل إزاي؟ بيبقى عامل زي الخشبة، الموصل يجيبه يمين يجيبه شمال، يغسل إيده رجله، ولا حول له ولا قوة، سبحان الله. طب الإنسان ألم يفكر في هذه اللحظة التي ربما تأتيه بغتة؟ هل فكر الإنسان في نهايته؟ تطالب جزء من سبب مذاكرته إن عارف إن في امتحان،
يقعد يشنكش طول السنة ويلعب، نيجي قبل الامتحان بتلات أربع أسابيع يشد حيله علشان الامتحان جاي لسه عليه شهر. ولو امتحان بقى ماجستير ولا دكتوراه يبقى قبلها بقى بالشهور يذاكر ويشد حيله، لأنه يعلم أن هناك امتحانا ينتظره، إما أن ينجح وإما أن يرسب. إذا كان هذا حالنا في امتحانات الدنيا، فلماذا لا نعد أنفسنا للامتحان الأكبر الذي فيه إما الفوز والجنان، وإما فيه الشقاء والحرمان؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يرزقنا الجنة، وأن يعيننا على طاعته، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير.